السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قل لنا. معكم عبد المجيب. اليوم اخليكم تتفرجون على المواقع المعجوبه. اولا البرنامج هذا راح اتكلم عنه, برنامج التور, هو برنامج خاص بتشفير الاتصال. الهدف الاساسي منه هو تشفير اتصالك. تدخل المواقع وتطلع وتسوي اللي تبي بالانترنت بدون ما احد عارف ايش قاعد انت تسوي, تمام؟ هذه هي الفائده الاولى منه, تمام؟ ليس فاتح المواقع المحجوبه, انتم عارفين اللي مطورين البرنامج اساسا قاعدين بدوله كل شيء مفتوح عندهم, تمام؟ يعني كل شيء مفتوح, يعني كل شيء زين. فهم حطوا البرنامج هذا التور, او الهدف والغايه منه انه تقدر تدخل على المواقع تصفح بدون ما انك يعرف ايش قاعد تسوي, تمام؟ من الاستخدامات الثانيه تقدر تفتح المواقع المحجوبه, تمام؟ طيب كيف نقدر نتعامل مع البرنامج؟ خليكم معي, خلونا نشوف شلون نقدر نشتغل عليه. حياكم الله. اولا طريقه تثبيت البرنامج بالنسبه لتوزيعات الديبيانيه اللي تستخدم ابت كيت, طريقه بسيطه جدا اللي هي تكتب سودو ابت كيت انستول تو. بس ممكن تركب برنامج ثاني, والله نسيت اسمه, والله وين راح. هنا موجود. عموما انا ما استخدم البرنامج هذا بس جاست ان كيس, يعني كنت تحتاجونه في داليا. اوكي بداليا. اوكي هذا البرنامج عباره عن واجهه رسوميه للتور, ما راح تحتاجه. عموما تكتفي بالتور. اوكي لكن اذا احتجت الفيلاديا راح نمر عليه الحين على السريع. تضغط انتر وتكمل. بالنسبه لبقيه التوزيعات, الفيدورا وما بني على الفيدورا واي يو ام انستول تور. بالنسبه لل طبعا ممكن تكون تور بروكسي تور سيرفر, يعني ممكن تختلف اسمها. بالنسبه للاوبن زوزا زبر انستول تور. بالنسبه لل ارت لينكس باكمان اس تور. اوكي خلصنا, ثبتنا البرنامج. كيف نشغله؟ تشغيلته بسيطه, سودو سيرفيس بعدين تكتب تور ريستارت احسن عشان تتاكد ان البرنامج اساسا يشتغل. تسوي ريستارت انتر, دخل رقمك السري الله يسلمك. اوكي ستوبينج. اوكي اشتغل عندنا السيرفر. بالنسبه للتوزيعات الثانيه زي مثلا ارت او اي توزيع تستخدم سيستم سي تي ال, تكتب سودو سيستم سي تي ال وبعدين ريستارت. لا الا لا ريستارت تور. اعتقد انك كذا اي كذا. اوكي انتر. الان راح يشغل لك اللي هو البرنامج. بالنسبه لبقيه التوزيعات بس عشان سلاك وير والفيدورا والشغلات دي قد او يعني ممكن بعض الناس ما عنده السيرفس. اوكي تدخل عن طريق الاي تي سي انت دوت دي تور بالشكل هذا ريستارت. طبعا حتى هذه تمشي على التوزيعات التبيانيه ترى. اوكي خلصنا الحين, ثبتنا البرنامج, شغلنا البرنامج. كيف نقدر ندخل على مواقع بطريقه مشفره؟ اوكي اول شيء افتح متصفح عندك. بالنسبه لنا حاط الصفحه الرئيسيه او الصفحه الهوم بيج تسمى هوم بيج, هي صفحه التحقق من اني استخدم اتصال مشفر ولا لا. طبعا هذه خاصه من اللي هو مشروع التور نفسه. اوكي فانا حاليا الان مشفر اتصالي, بس كيف قدرت اني ادخل على الصفحه ويعطيني انه انا مشفر اتصالي؟ انا اقول لك شلون. اول شيء خلينا نوقف هذا لان هذا هو اللي بخربط عليكم شوي. كومبليت ديسيبل. تدخل على اعدادات المتصفح هنا بريفرنسز. طبعا اللي يستخدمون كروم راح امر عليكم الحين, بس خلينا نفتح البتاع هذا. اوكي تروح لما اللي هي ادفانسد من هنا ثم نتورك ثم تدخل على السيتنجز, تجي لما المانوال بروكسي من هنا وتكتب 127001 ثم تكتب هنا 9050 9050. اوكي تجي تختار على السوكس من هنا ثم تضغط على اوكي. الان انت اتصالك مشفر بشرط يكون يشتغل التور, تكون متصل بالانترنت, تمام؟ الان لو سوينا تحديث لاحظ انه راح يقول لي كونجراتيوليشنز. طيب انا كيف اتاكد اني ذا ولا ذا؟ طبعا في شيء مهم جدا, زي ما انتم تشوف الاي بي تغير عندي فاعطانا اي بي جديد. طيب اذا كنت غير متصل ايش راح يطلع؟ راح يطلع لك الرساله هذه اللي هي you're not okay sorry you are not using two. اوكي طبعا طريقه طويله تدخل منه وتروح منك. في اضافه اسمه فوكسي بروكسي موجود تحت, نزل على الفايرفوكس, تمام؟ تضغط عليه بزر الايمن. طبعا بثبته يطلع لك الخيارات هذه. اوكي ممكن تضغط عليه بزر الايمن او انك بشكل افضل تدخل عليه من هنا الادونز. انا معدل شوي الشغلات ذي. تروح الاكستنشنز راح تحصل فوكسي بروكسي من هنا, اضغط على بريفرنسز ثم ادخل على بروكسيز من هنا, دبل كليك على الديفولت او سو اد نيو اذا تبي جديد. انا بعدل الديفولت نفسه, دبل كليك عليه تجي هنا الله يسلمك تحط على مانوال. طبعا هو دايركت بالشكل هذا, حط مانوال, اكتب نفس الرقم 127001, تكتب هنا 9050 ثم تحط علامه صح على يوز اللي هو سوكس بروكسي ثم تحط على فيرجن 5 هذه. الان تحط اوكي. اوكي ثم تروح الى المتصفح عندك. طبعا الان انا غير متصل, لو سويت تحديث راح يقول لي غير متصل. طيب كيف اقدر اتصل؟ اضغط عليه بالزر الايمن ثم اختار على الديفولت واختار اللي هي يوز بروكسي ديفولت زي ما انتم شايفين هذه. اوكي انا سويت تحديث
راح يقول لي انه يا حركات انت انك متصل ومشفر. اوكي تقدر تعطل الاضافه باي وقت بس مجرد تضغط من هنا ثم تروح لما كومبليتلي ديسيبل. الان تقدر تدخل المواقع بدون تشفير. اوكي بالنسبه للبرنامج اللي ثبتناه قبل شوي اللي هو الانترنت هذا اللي هو فاليديا طبعا عباره عن قوي فقط لا اقل ولا اكثر واجهه رسوميه للبرنامج انا ما استخدمه اكس تمام في استخدامات ثانيه له لكن احنا اليوم بنركز على انه كيف نتصفح بطريقه مشفره. بالنسبه لمتصفح الكروميوم والجوجل كروم تمام في تحت امر مجرد انك تضغط على كنترول اف 2 اوكي تلصق الامر هذا هنا اعتقد اني ناسخه هنا اوكي تلصق الامر هذا هنا طبعا انا ما استخدم هذا لكن الامر تحت موجود تلصقه وتضغط على انتر راح يفتح لك اللي هو كروميوم بدون مشاكل يعني راح يكون اتصالك مشفر. الى هنا انتهى الدرس اليوم. اللي عنده اسئله او استفسارات عندنا منتدى اسمه منتدى الدعم الفني اتمنى انكم تدخلون له موجود تحت تمام. الاسئله على اليوتيوب والكومنتس اتاخر ما رديت عليهم احيانا ما رد عليهم ما في وقت لكن الدعم الفني موجود دائما هناك. نشوفكم ان شاء الله بالدروس الجايه ولا احد يستخدم البرنامج استخدام غير شرعي انا بريء منكم بمان الله.